صباح الخير عليكم، كيف صبحتم؟ مزيانين؟ احوالكم طيبه؟ كل شيء بخير؟ مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. دونك كيف ما شفتوا في العنوان، غادي نبارطاجي معكم كاع الحويجات اللي كندير في الصباح قبل ما كنمشي للخدمه. بلا ما نطول عليكم، يلا نبداو لا فيديو ديال اليوم. الى عجبكم ما تنساوش انكم تدعموني بلا لايك، واللي مازال ما اشتركش معايا في القناه يدخل يشترك، يضغط على زر الاشتراك الاحمر، يفعل جرس التنبيهات باش كومصمني كنزل اي جديد تكونوا نتوما اول واحدين كتوصلوا به. اذا بسم الله على بركه الله لننطلق. من بعد ملي كندوش كنتوضا كنصلي كنقرا القران، وبالخصوص سوره النور. هي صراحه الله الصور ديال الله كامله مزيانه، وكامله ملي كنقراوها كنحس بواحد الطمانينه والراحه. لكن كيقول لك مزيان انك تقرا سوره النور كل صباح، حيت كتفتح لك ابواب الرزق، كتعطيك النور على قلبك وكتعطي النور على وجهك. من بعد كندوز مباشره للكوزينه. هنايا كيف ما كتشوفوا عندي هاد الطنجره، هادي غادي نغسلها باش غادي نخلي فيها الحليب، حيت شهيت هاد الصباح ولاكاو بالحليب. عندي تما ميلميلاده، لاباشكيري، زيت الزيتون، حتى هما غادي ننزلو. غادي نسخن الخبيزات. عندي تما بقات واحد الفقيقسه غادي نقطعها حتى هي باش غادي نحلي بها. هادشي اللي كاين، وهانتوما معايا. Thank you.
من بعد ما ساليت الفطور ديالي ولله الحمد، دابا غادي ندوز باش غادي نغسل القشيعات وغادي نرد كل حاجه في بلاصتها، غادي نلبس عليا وغادي نجهز باش غادي نخرج نشبر التاكسي وغادي نمشي مباشره للعياده ديالي. فهمتوا معايا؟ الوغ ملي كنوصل للعياده وبالخصوص كنحاول انني نوصل 4 ساعات قبل، حيت ما كيعجبنيش نجي مقضوفه ونخلي الناس كتستناني على برا. دونك كنطفي العياده ديالي هيدا بكل اريحيه، كنفتح الطيقان، كنعمل نسيمه مزيونه في العياده، كنلبس عليا الحوايج ديالي، كنفتح لو بيسي الا كانت عندي شي حاجه كنقضيها. من بعد مباشره كنتصنت لاحمد عماره وبالخصوص في الفتره الصباحيه في نيمبورت كيل سوجي، سواء كانت عنده علاقه بالطاقه الحيويه او عنده علاقه بالحياة المهنية أو الحياة الأسرية أو التحفيز الذاتي. المهم كنحاول ما أمكن ندي من عنده الشحنة الإيجابية اللي كنقدر نبدأ بها ونكمل بها النهار ديالي، وفي نفس الوقت كنبارطاجيها عاوتاني مع الناس اللي كتجين عندي باش كنحاول ما أمكن أنني نسيهم المرض ديالهم. هادشي اللي كاين، كنتمنى أن هاد الفلوغ هذا يكون نال الإعجاب ديالكم. ما تنساوش أنكم تدعموني بلا لايك وتبارطاجيو هاد الفيديو مع أكبر عدد ديال الناس. نتلقاكم بإذن الله تعالى في فلوغ جديد. تهلاو ليا فراسكم، سلام عليكم.